إسعافات إسعافات حمود إسعافات داري يا جماعة حرام أنا مش قادر أقوم يا جماعة الحقونا إسعاف يا جماعة الحقونا يا جماعة إسعاف بسرعة شوك لزات ليات لزات ليات انت اللي جابك هنا وفاء رامز يخرب بيتك بس. يا رامز يخرب بيتك بس يا مؤذي يا مؤذي يخرب بيتك انت يخرب بيتك عايز حد يعدمني الله يخرب بيتك انت خدت مرورين يا جماعه احنا محتاجين سمكاري عشان اقول والله العظيم لا لا عضمي دخل في بعض الله يخرب بيتك عضمك دخل في بعض ازاي انت بقيت زي الفل ولا حاجه حد يشيل معايا لان الحموله تقيله يلا احكي لنا عن تجربتك في الغساله اللي انت كنت فيها دلوقتي لحظه دي كانت غساله دي كانت مفرمه مفرمه قامت يا جماعه وفاء عامر زي الفل سقفه جامده لوفاء عامر بالله على السلامه دلوقتي اهم حاجه عندنا في البرنامج بتاعنا ده الشفافيه طبعا انت بعد الحلقه دي هيجيبوك برامج كتير وهيقولوا لك رحت الرامز وكنت عارفه المقلب وخدت فلوس انا شفت حاجه انا شفت حاجه وجه كلمه لاولادك عمر بقى. عمر ما كنتش اعرف والله ماما بخير يا عمر مش قوي يا عمر لا الحمد لله وبعدين انت لو حصل لك حاجه انت راكور في حته راكور في مسلسل عند عادل اديب ابعتي ايتم تقوم هي نفس فاهم اخدم هتكبر امتى يالا البنت بتعيط دور عويجه بص في دوره ما بعيطش ولا زفت بمسح الزفت اللي انت حطيته لي على وش الرموش راحت مع العدس استنوني في رمضان في برنامج رامز نيفر اند على ام بي سي سقفه جامده يا جماعه